أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى اشتري به ثمنا
ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Baik pemirsa dan Dewan Hakim yang kami hormati, selanjutnya kami panggil peserta finalis dengan nomor tampil 2, nomor peserta 88, yang akan membacakan Quran Surah Al-A'raf, dimulai dari ayat 100.